عزيز زملكاوي الله يكون في عونك عزيز، يعني ترزي لوايح بيقول للاتحاد السكندري لو كسبت الزمالك العبكم الكونفدراليه السنه الجايه، وشيكابالا بيلعب 10 وجنش حارس مرمى وحاجات كتيره جدا ما تفهمش الدنيا رايحه فين وجايه منين. وموضوع جنش وشيكابالا ده لازم قناتك تكون صغيره علشان خاطر تقول ان واحد نافخ ايقاعك الهجومي وواحد تاني مصمم ان هو يخربها في الماتشات الكبيره، وان هو لا مؤاخذه ما فيش دوري طول ما جنش بيلعب في مكان ما يستحقش ان هو يلعب فيه، لان معلش جنش من ساعه ما رجع من الصليبي وهو مش شايف قدامه. فانك تلعب بجنش الماتشات الكبيره دي معناها انك بتجامل ومعناها انك خايف منه لا اكتر ولا اقل. واديني جبتها لك على بلاطه. مكمل انت بالمفترض على الورق 4 2 3 1 المفترض فيها ان زيزو وطارق حامد اتنين ديفندرات قدامهم شيكابالا، وعلى الطرف احمد سيد زيزو، والناحيه الثانيه موجود اشرف بن شرقي. محمود عبد العزيز زيزو وطارق حامد مفترض ان هم بيغطوا التقدمات اللي بيعملها الهافات اللي هو بن شرقي وزيزو، والناحيه الثانيه تحتهم عبد الشافي وحمزه المسلوسي. تمام. النهارده بقى كان خايف من كابتن حسام حسن وكان خايف من الاطراف بتاعه كابتن حسام حسن، يعني اللي هو قال لك طب انا اطلع عبد الشافي يهاجم ازاي وممكن الاقي ان عمار حمدي بيعدي من واحد على واحد، طب اطلع حمزه المسوسي ازاي وجاي له فوزي الحناوي، اللي هو انت مطالب انك تكسب اساسا عشان خاطر تنافس على الدوري. اه ترزي اللوايح عطل الاتحاد السكندري امل ان هو لو كسب احتمال يلعب كونفدراليه، بس الاتحاد السكندري بدون رزاز سي فريق عادي قوي، الموضوع كله عباره عن شويه فرديات، وكابتن حسام بيعرف يوقفهم في الحاله الدفاعيه. فكابتن حسام مش مدرب قليل علشان خاطر بعد درس اللوائح معطى امل الاتحاد ينزل يهاجم الزمالك، راجل عارف اللي فيها، بدرس كالترون بتاع رد فعل، مدرب بيحب ان انت تهاجمه ويلعب لك هجمات المرتد، انما والكوره معاك ومطلوب منك انك تفك تكتلات دفاعيه بدرس كالترون بيلغوش فيها، فبتلاقي ان هو بيعتمد فيها على حته ان اللعيبه بتاعته عندها مهارات فرديه. فلما تلاقي ان اللعيبه اللي عندها مهارات فرديه الناحيه الثانيه كابتن حسام مقرر ان هو يعمل جيم مصارعه حره، هتلاقي ان في مشكله كبيره جدا، ان اللعيبه دول بداوا يريفوا وبداوا يخافوا على رجليهم. فكابتن حسام لعب الحاجه اللي لعيبه الاتحاد تعرف تعملها، نعمل مباراه مصارعه حره يمكن نخطف المباراه، ما خطفناش ما حدش طلب ان احنا نكسب الزمالك. ترزي اللوائح سيبه وسيب موضوع ان الاتحاد يلعب الكونفدراليه ده، لو انا نزلت فتحت جيم قدام الزمالك هتشوح، انما لو انا نزلت لعبت جيم كله ضرب بخوف لعيبه الزمالك اللي بتعدي واحد على واحد كتير اقدر ان انا خلي المباراه تطول تطول تطول، ويمكن لان الزمالك الشوط الثاني يفتح خالص فانا اقدر ان انا اسرقه بمرتده، مرتده يعملها معاذ يعملها فوزي الحناوي يعملها عمار حمدي يعملها حتى خالد قمر في كوره بدماغه اي حد، انما طول ما المباراه 0-0 انا مش هاجم، انا هاجم امتى؟ لما البس جون، وبعد ما البس جون دي بنسبه كبيره جدا مش هرجع في النتيجه. فالمباراه كانت في ايد لعيبه الزمالك، لعيبه الزمالك اللي انا بقول لك الشوط الاول شيكابالا كان مبوظ ايقاع اللعب بطريقه غريبه جدا، فده معناه ان احنا هنستنى ايه؟ لما شيكابالا يتغير الشوط الثاني بعد دقيقه 60، ولما الراجل يقرر ان هو يلعب 4-1-4 صريحه ويطلع محمود عبد العزيز زيزو وينزل امام عاشور. كابتن فعلا راح عامل كده وراح عامل الطبيعي والمنطقي، انك تنزل امام عاشور مكان زيزو وانك تطلع شيكابالا وتنزل اوباما. اوباما في اول كره ليه في كره ثابته ضربه ركنيه اللي هي الكرات الثابته بتحل المجزره اللي احنا فيها دي، بيقدر ان هو يسجل الهدف الاول، والهدف الاول جه هو زمالك، نرجع بقى ندافع زي خلق الله ونلعب على المرتدات واحنا بنحب نلعب الكلام ده. لا عندنا مشكله، جنش مش موقف حد على العرض القريبه فالكوره راحت صعبه. ليه؟ لان جنش واقف في جون. طب ده معناه ان جنش تحمل هدف؟ طبعا يتحمل هدف، بس في حد يقدر يتكلم وينتقد جنش اطلاقا؟ ليه؟ الحمد لله طلعنا كسبانين، الحمد لله رب العالمين طلعنا كسبانين، وقدر قدر محمد عبد الشافي ان هو يسجل الهدف الثاني بعد ما مروان حمدي لعبها وتصدى ليه محمد صبحي او تالق فيها محمد صبحي وتردد لشيف وجابها جول. طب ايه بقى اللي نزل مروان؟ انا مش فاهمها لحد دلوقتي برده، يعني فرقه بتهاجمك بعد الواحد صفر مفترض انك يكون عندك لعيبه سريعه عشان خاطر تلعب على المرتدات، دي حاجه انت بتحبها وبتعملها كتير، تنزل فروت بطيء بيلعب بدماغه بس ليه يا ابن المتحلفه؟ بس عادي يعني كالترون يا جماعه بيعمل اللي هو ميسيو كالترون يعمل اللي هو عايزه. حتى لو الناس كلها مش فاهمه هو بيعمل ايه؟ ما عادي مش مشكله، حتى لو الناس كلها بتشوف ان الراجل بيغير تغييرات غبيه عادي مفيش مشكله، طالما الفرقه بتكسب يبقى سيبه يعق، والمشكله في التحكيم، والمشكله بعيد عن كالترون وبعيد عن اللعيبه، المشكله في اي حاجه تاني. اللي هو طب الاتحاد ترزي اللوائح فعلا ساعد الاتحاد ان هو يحفزهم قبل، بس الفرقه ما عندهاش حتى لو قعد يحفز فيها من هنا لحد بكره الصبح مش هيجيبه، انما القصه كلها عندك انت، المباراه في ايد في رجل لعيبتك انت، بس للاسف الشديد المدرب بتاعك عايز حد يديله باللي في رجله، فانت بتتكلم في ايه يا صاحبي؟ الماتش كان صعب جدا بسبب ان كابتن حسام قلبها خناقه وانت ما عندك مدير فني بيغير غلط، والدنيا بالنسبه لك صعبه جدا بالنسبه لحارس المرمى اللي الكره الوحيده اللي راحت عليه جت جون، مع ان الكره الوحيده دي سبحان الله يا اخي يعني في الطبيعي بتوقف حد على قريبه والبعيده، انما جنش هقف حد هنا ولا هنا وراح واقف جول، فربنا كرمه وراح لابسها جول. ده عبد الشافي شال بلاوي كتير والله، بس عبد الشافي ده الغالي واللعيب اللي يستحق انك تطلع طول في كل حاجه حلوه، لانه فعلا لعيب في السن ده
ما بيبخلش على الفريق باي نقطه. تعالى في السن ده بيلعب السهل والمتاح بالنسبه له، انك تقول عليه ان والله يا جماعه الراجل بيحترم نفسه وبيحترم سنه. قول انت معلش يعني بعد كل الفيديو ده احترمت هنا القناه بتاعتي، فممكن تعمل لنا لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك واحترمته، اما لو ما عجبكش واحترمته